بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم وصفة من الوصفات المجربة والناجحة لإطالة الشعر وتطويل الشعر بسرعة كبيرة جدا. أيضا هذه الوصفة تعالج تساقط الشعر، تعيد الحياة للشعر، تعالج الشعر التالف، وتعطي نعومة وترطيب للشعر. يعني هي عبارة عن كيراتين طبيعي للشعر، أيضا تعمل على تطويل الشعر في وقت سريع، هي آمنة على الصغار وكذلك الكبار، يعني يستعملها جميع الشرائح البشرية، أيضا آمنة على الحوامل والمرضعات لأنها طبيعية تقريبا 100%. بالنسبة لمكونات الوصفة سنستعمل فيها المكون الرئيسي وهو البيض كما تلاحظون. للبيض هو كما نعلم يكون هو عبارة عن بروتين متكامل غني للشعر، يعني يجدد إعادة بناء البروتينات في فروة الرأس أو الشعر. بالنسبة لماسك اليوم سيكون عبارة عن خطوتين، يعني تقريبا عبارة عن ماسكين نستعملهما يعني مرتين في الأسبوع، أو كل أسبوع نستعمل ماسك. الماسك الأول الذي سأقدمه سيكون في بداية الأسبوع أو في الأسبوع الأول، دائما قبل غسل الشعر في بداية الأسبوع. أما الماسك الثاني يكون في نهاية الأسبوع أو في وسط الأسبوع. أتمنى أنكم تفهموا الطريقة جيدا، إن لم تفهموا اتركوا لي أسئلتكم في التعليقات وسأجيب عليها. كما قلت هذه الوصفات هي عبارة عن ماسكين يستعملان مرتين في الأسبوع، ماسك في أول أسبوع وماسك في آخر الأسبوع. الأول نستعمله يعني الذي سوف نحضره الآن كأول ماسك، والثاني في آخر الأسبوع، يعني هكذا كل أسبوع نستعمل ماسك من بين هذه الماسكات، مرة الماسك الأول ومرة الماسك الثاني، نداوم عليها تقريبا مدة قصيرة جدا وسنلاحظ النتيجة تقريبا منذ الأسبوع الأول أو منذ الأسبوع الثاني. نبدأ الآن في تحضير الماسك الأول الذي نستعمله كأول شيء، وبعدها سنقوم بتحضير الماسك الثاني الذي يستعمل في المرة الثانية أو في المرحلة الثانية. إذن كما قلت سنحتاج إلى أول شيء، سنحتاج إلى حبة بيضة كاملة. قلنا البيض هو عبارة عن بروتين طبيعي، هذا بالنسبة للماسك الأول، يرطب أيضا الشعر، ينعم الشعر، يعني هو كيراتين طبيعي 100%. بالنسبة دائما للكمية، إذا استعملنا بيضة واحدة فهي تصلح للشعر القصير، إذا كان لديكم شعر طويل فضاعفوا دائما المقادير، لأن أقولها دائما يعني دائما يختلف أو تختلف المقادير من شخص إلى آخر بالنسبة لمكونات الشعر. أول شيء سنقوم هنا بأخذ كما قلت بيضة كاملة هكذا، بهذا الشكل، ثم سوف نقوم بخفق البيض جيدا، بعدها سوف نضيف باقي المكونات، ندمج هنا بياض البيض مع صفار البيض. الوصفة هي رائعة وتصلح لجميع أنواع الشعر، بالخصوص الشعر إذا كان جاف وخشن، وكذلك تعالج الشعر التالف. نستمر إلى غاية ما يندمج الصفار مع البياض. إذن كما تلاحظون بهذا الشكل، بعد ذلك كما قلت لكم سنضيف مكونات أخرى يعني للبيض، وسنحتاج إلى مجموعة من المكونات. أول مكون وهو رائع جدا بل ممتاز للشعر، سنستعمل هنا زيت جوز الهند، هذا بالنسبة للمكون الأول، سأستخدم هنا مقدار ملعقة من زيت جوز الهند. إذن سوف أضيف هنا تقريبا ما يعادل مقدار ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند،
سنقوم هنا بإدابته، ثم سنضيف مكون آخر وهو ممتاز جدا وهو زيت الزيتون. زيت الزيتون ضروري جدا أن يكون يعني طبيعي أصلي 100%، لأنه فعال جدا بل وممتاز. نضيف هنا أيضا مقدار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ثم سأضيف مكون آخر وهو العسل، عسل النحل. سنضيف هنا تقريبا مقدار ملعقة صغيرة من عسل النحل، عسل النحل أن يكون أصلي. نضيف هنا مقدار ملعقة، يعني هذه الوصفة رائعة جدا، مجربة وناجحة، جربوها واتركوا لي، سوف تلاحظون نتائج جد جيدة، وداوموا عليها بالأخص لفترة من الزمن. أنا جد متأكدة أنكم سوف تحصلون على نتائج إيجابية إن شاء الله. سوف أقوم هنا بتذويب زيت جوز الهند مع باقي المكونات إلى غاية ما تتجانس. كما نعلم أننا في الفصول الباردة يكون زيت جوز الهند متجمد بهذا الشكل، لهذا أنا سوف أقوم يعني بتذويبه إلى غاية ما يتجانس لنا مع باقي هذه المكونات. هنا بالنسبة يعني لإزالة رائحة البيض على الشعر، يعني عند غسل الشعر يمكنكم أن تضيفوا ملعقة من مطحون القهوة أو مطحون البن إلى الشامبو أثناء غسل الشعر، وستختفي رائحة البيض بشكل نهائي. إذا نخلط جيدا هذا الماسك، ماسك الشعر، نخلطه جيدا الذي يوضع على الشعر قبل غسله هكذا. يعني بالنسبة لطريقة عمل هذه الوصفة، نحاول أن نقسم دائما الشعر يعني إلى خصل، ونوزع هذا الماسك، هذا الماسك الذي قمنا بصنعه، ماسك رائع جدا وكذلك بروتين، نحاول دائما توزيعه يعني من الفروة حتى الأطراف، يعني نغطي كامل الشعر، بعد ذلك نلف الشعر على شكل كعكة ونترك هذه الوصفة ساعة كاملة، بعدها نغسل الشعر. بعد مرور يومين أو ثلاثة أيام نقوم باستعمال الماسك الثاني، يعني عند غسل الشعر في المرة القادمة. بالنسبة للماسك الثاني سنستعمل فيه مكونين فقط. إذن الماسك الثاني كما قلت سنستعمل فيه جيل الصبار أو جيل الألوي فيرا. إذا كنتم تتوفرون على جيل الذي يكون على شكل نغتة ممكن استعماله، أو جيل المجهز. سأضيف هنا تقريبا مقدار ملعقتين صغيرتين من جيل الصبار أو جيل الألوي فيرا، هو رائع جدا جدا للشعر، كذلك يعمل على ترطيبه وأيضا تغذية البصيلات، لأنه يعمل ككيراتين للشعر الخشن. كما لاحظتم أنا قمت هنا بإضافة تقريبا مقدار ملعقتين من جل الصبار هكذا، ثم سأضيف مكون آخر هو الآخر، يعمل أيضا على تنقية مسامات الشعر. سأضيف هنا هذا المكون الرائع وهو عصير الليمون الحامض، نضيفه إلى جيل الصبار تقريبا ما يعادل مقدار ملعقتين من عصير الليمون الحامض بهذا الشكل، ثم سنقوم بخلط المكونات جيدا. الوصفة رائعة جدا، وكذلك تترك رائحة رائعة، والحامض يعني عصير الليمون الحامض يفتح الشعر بشكل رائع. الوصفة رائعة. إذن بعد دمج هذين المكونين معا، دائما هنا أقولها، إذا كان الشعر طويل دائما ضاعفوا في كمية المقادير. إذن هذه هي وصفات اليوم بالنسبة لهذا الخليط، تضعونه وتقومون بتوزيعه على فروة الرأس يعني من الجذور حتى الأطراف، نوزعه على كامل الشعر، ونقوم بعمل مساج برؤوس الأصابع. بداية دائما نركز على الفروة برؤوس الأصابع، ونترك هذا الخليط على الشعر تقريبا نصف ساعة، بعدها نقوم بغسل الشعر بالشامبو عادي،
نكرر هذين الماسكين مرتين في الأسبوع، يعني هذا الماسك في أول أسبوع وهذا الماسك كآخر ماسك، يعني في آخر الأسبوع. نستعمل الماسك الأول كما شرحت في المرة الأولى، والماسك الثاني في المرة الثانية. نستعملهما يعني كروتين أسبوعي، سوف يعمل لنا هذا الروتين على تطويل الشعر كذلك، وأيضا سوف يحد من ظهور شيب الشعر. نستمر على هذه الوصفات لفترة زمنية وستلاحظون نتائج إيجابية بإذن الله. إذن هذه هي وصفات اليوم، أتمنى أن أكون دائما عند حسن ظنكم. إذا أعجبكم هذا الفيديو طبعا لا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء والمعارف حتى تعم الفائدة. إلى هنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.